النحاس مستوى قياسيا جديدا، مواصلة صعودها المتواصل منذ أشهر ومدفوعة بمخاوف نقص المعروض. العقود الآجلة للمعدن الأحمر قفزت بأكثر من 4% في بورصة لندن للمعادن، وصلت إلى 11104 دولارات للطن، وهو الأعلى على الإطلاق، متجاوزة بذلك الرقم القياسي السابق والمسجل في مارس 2022. اكتسب النحاس قوة دافعة مع تهافت الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة على توسيع استثماراتها وزيادة حصتها السوقية منه، فيما تقوم شركات التعدين الصينية بدعم من الحكومة بشراء الأصول المتعلقة بالمعدن. كما يتزايد الطلب على النحاس بسبب دوره في عملية التحول في مجال الطاقة، في حين أن إمدادات المناجم الجديدة تبدو محدودة، ما أدى إلى ارتفاع أسعاره بأكثر من 25% منذ بداية العام الحالي. ومن سنغافورة ينضم إلينا مايكل لانغفورد، وهو رئيس قسم الاستثمار في سكوربيون مينرالز. أهلا بك مايكل. يعني نتحدث عن مستويات قياسية جديدة لأسعار المعادن بالجملة هذه المرة. دعني أبدأ معك من الذهب. أبرز العوامل الداعمة التي نركز عليها، هل هي إجراءات التحفيز الصينية التي أيضا أثرت على بقية المعادن، أم أننا نتحدث عن عودة العلاقة الطبيعية بين الدولار والعوائد والذهب، وبالتالي يستفيد حاليا من تزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة؟ صباح الخير. أعتقد أن النقطة الثانية هي الصائبة، فالمستثمرون ومدراء الصناديق يراهنون على إمكانية تخفيض الفائدة على المدى المتوسط، ويتبنون المراكز في الذهب على هذا الأساس. والذهب يستفيد من تراجع قيم العديد من العملات المحلية في محاولة الناس للتحوط لحماية ثرواتهم. هل سيبقى نفس الطلب عليه رغم وصوله إلى هذه المستويات السعرية القياسية؟ أعتقد أن الطلب العيني على الذهب يظل سليما وقائما، فالجميع يعلم أن الهند تستهلك الكثير من النفط الروسي وتحوله الكثير من المنتجات، وفي الجانب الآخر هناك الذهب الذي يتدفق إلى روسيا عبر آسيا. إضافة إلى ذلك، إذا نظرنا إلى الناس في تركيا وفي الأسواق الأخرى، الطلب العيني الضمني قائم، وهناك طلب من الحكومات مثل حكومات فيتنام والصين، وهي من كبار مشتري الذهب أيضا. الرالي الذي شهدناه مايكل على الذهب يبدو أنه وصل للفضة أيضا، نتحدث عن أعلى مستويات في 11 عاما تقريبا. هل يزال هناك مجال للمزيد من الارتفاعات؟ هل سيستمر الزخم ويبقى تأثير نفس العوامل عليه في هذه المرحلة مايكل؟ العوامل ذاتها تنطبق، فالفضة فيه شيء من المقامرة، فالفضة بديل للذهب بسبب ارتفاع التقلبات فيه، والفضة بالنسبة للمستثمرين يمثل احتمال صعود أكبر واحتمال هبوط أكبر. إذن الفضة للمتداولين الشباب الذين يحبون التقلبات يحبون الفضة. بالنسبة للبلاتين، للنحاس تحديدا، أيضا على ارتفاع، ويبدو أن العوامل الداعمة لهذه الارتفاعات على رأس نقص المعروض ما زالت مستمرة معنا لفترة من الآن على الأقل، هذا ما يظهر حتى بقية العام. هل برأيك دعم الصين للعقارات هو عامل أساسي حاليا يضيف إلى هذه الارتفاعات والمستويات القياسية الجديدة؟ أنت تطرحين سؤالا وجيها جدا. الحكومة حاولت دعم القطاع العقاري بتريليون يوان، والحكومات المحلية وافقت على البدء بشراء المساكن، لكن هناك عاملا أساسيا أسهم في ذلك، ألا وهو أن الإنتاج الصناعي في الصين فاجأنا بصعوده وب6.7%، وهذا كان رقما إيجابيا جدا. يضاف إلى ذلك ما يحصل في قناة بنما، وهذا الأمر أدى إلى أن 1.5% من معروض النحاس تأثر سلبا، وهذه عوامل تؤثر على أسعار النحاس على المدى القصير.
ولكن ماذا عن ارتفاع مخزون المستودعات في الصين تحديدا إلى أعلى مستوى في 4 سنوات؟ يعني عادة هذا ما يكون عامل سلبي تأثيره على الأسعار، يبدو أنه الأسعار لا تتأثر بهذا العامل تحديدا، أم أنه النشاط الذي أظهرته بيانات التصنيع التي تتحدث عنها تغلب على هذه العوامل؟ هذه معضلة لافتة، فكما تشيرين هناك توازن في هذه الحالة، ورأينا الولايات المتحدة تزيد التعريفات الجمركية على المركبات الكهربائية الصينية، والسيارات الكهربائية تستهلك كميات أكبر من النحاس مقارنة بالسيارات ذات المحرك التقليدي، ومع ذلك بي واي دي تدخل أوروبا وجنوب شرق آسيا بقوة، وتحديدا إندونيسيا، لتبيع مركباتها الكهربائية. إذن بالمجمل الطلب على النحاس يتزايد، والسوق العالمية كانت تنتظر أن نرى تحسنا في القطاع العقاري والصناعي في الصين، لأن ذلك كان محفزا مهما أيضا. وماذا عن التوقعات للأسعار؟ يعني سيتي جروب آخر توقعات له كانت تتحدث عن 10500 دولار للطن، وتخطينا هذه المستويات اليوم تحديدا، يعني النحاس أعلى من ذلك. العوامل التي تحدثت عنها حضرتك ما زالت موجودة ومستمرة، أين السقف السعري لهذا العام بالنسبة للنحاس تحديدا؟ توقعاتكم؟ أنا أؤيد جولدمان ساكس بأن النحاس سيكسر حاجز 12,000 دولار، ونحن على بعد 10% من هذا الرقم تقريبا، وحاليا يتعلق الأمر بموضوع الصناعة والخوف من الحصول على المعروض في السابق. ففي السابق كان الناس يمكن أن يستغرقوا وقتا للحصول على المعروض من المواد الخام، لكن الخوف من عدم الحصول على المعادن هذا سيؤدي إلى الشراء نتيجة الذعر والهلع. مايكل لانغفورد، رئيس قسم الاستثمار في سكوربيون مينرالز، شكرا على وجودك معنا اليوم وعلى هذه التحليلات. إذن نذكر بأن أسعار الذهب سجلت مستوى قياسيا جديدا مع تزايد التوقعات بتخفيف السياسة النقدية الأمريكية وتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. الأسعار تخطت مستوى 2440 دولار للأونصة، هذا خلال تعاملات اليوم، وبدعم من تفاؤل الأسواق بأن يخفض الفيدرالي تكاليف الاقتراض بحلول شهر سبتمبر، الأمر الذي يعزز من جاذبية الذهب. نتيجة لهذه العوامل زادت صناديق التحوط من رهاناتها الصعودية على المعدن الأصفر إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع خلال الأسبوع الماضي. اشتركوا في قناة اقتصاد الشرق مع بلومبرج على يوتيوب لمتابعة برنامج الصباح مع صبا، معي أنا صبا عودي.